انت من خلال مشاهداتك العدد اللي كان موجود، طبعا انت قلت بعدين عرفت انه 300 وشيء، 315 بس بالوقت اللي كنت انت موجود فيه الاغلب كانوا مسلحين ولا غير مسلحين؟ لا غير مسلحين، فهذيل كلهم بيروحون باكستان، بس المسلحين كانوا في جهه ثانيه الاكثر. طيب اكثر مسلحين كانوا بجهه ثانيه، فالغير مسلحين بيروحون باكستان. ايه فالمفروض ان العرض التفاوض السري قبلتوه؟ قبلوه اتوقع. طبعا اللي كان يقود المفاوضات في الجانب الافغاني كان ابن الشيخ العربي ابن الشيخ الليبي، توقع وسمع. اللي سمعته ابن الشيخ. طيب ثم بدا تقسيم. لا هني ياكم ابن الشيخ الليبي قال لكم ترى الحين هذا الوضع، شنو القرار الجماعي ولا شنو صار الاتفاق؟ يا ان لا يعني طبعا في عرب هني في عرب هناك في عرب احنا ما نشوفهم، بس قال. شلون قال؟ نقلنا والله ما يعني، بس انا شفته في هالوقت، في هالوقت انا شفته، وكان يتكلم مع مجموعه بس انا كنت من ضمنهم. الكل المقاتل المدني كل من جاء في هذا المكان مضطر او بارادته انتم امانه في عنقي، قال. ها فمعناته تجمعكم كلكم في مكان واحد؟ لا كان يروح هناك ويروح هناك وينقل الاخبار حق يعني احنا ما اجتمعنا كلنا في مكان واحد نشوف بعضنا، لكن يعني شوف المكان يعني انا ما كنت اشوف العدد كاملا، ما كنت اشوف العدد كاملا، لكن اللي احنا كنا في هذا المكان جمعنا تقريبا كم؟ ما ادري يعني 10 50 لا اكثر من 10. شو اللي كلمكم عنه؟ أنتوا أمانة في عنقي وإحنا الجميع أمانة في عنقي، وأنا رتبت لكم طريق إلى باكستان، لكن أنتوا يا شباب اللي موجودين هنا راح تكونون المجموعة الثانية. لحظة بس، هني لما يقول أنتم أمانة في عنقي، عنقي قال كذي نعم، وأنت تقول لي هو مو من القاعدة؟ لا مو من القاعدة، من طالبان. شلون عرفت أنه مو من القاعدة؟ شلون عرفت؟ من الموجودين المقاتلين، لأن في بعض المقاتلين كان قديمين في أفغانستان، فواضح أنهم يعرفونه يعني، فقالوا لي هذا هو ليس من القاعدة لكن مشهور جدا ومعروف ومحبوب لدى المتواجدين في أفغانستان، لدى كل الجماعات المقاتلة اللي في أفغانستان يعني. طيب ياكم هني وقال لكم شنو ابن الشيخ الليبي؟ فقال أنتوا أمانة في عنقي وأنا رتبت لكم طريق حتى تنتقلوا إلى باكستان. المدنيين اللي ما لهم علاقة بالقتال يروحون عادي للقوات الأمن الباكستانية على أساس أنهم مدنيين. المقاتلين إذا وصلنا هناك يكون ترتيب آخر. ما يهمني طبعاً شنو ترتيبهم الآخر، اللي يهمني الوصول إلى النقطة الأمنية الباكستانية. أنا أهم شيء إن ما يقبضون علي هؤلاء الأفغان اللي قتلوا ناس عرب، أو ممكن يبيعوني لأمريكا الغاضبة اللي ممكن ما أدري شو تسوي فيني. بالنسبة لي خيار القوات الأمنية الباكستانية أفضل، فأنا قلت له ما عندي مشكلة يعني، قلت للشباب الموجودين أنا أبي أروح القوات الباكستانية. أنت أول من تجاوبت؟ ما عندي، لا مو أول، ما عندي مشكله. قلت له ما انا عيشني الجو، شنو النقاش اللي صار؟ ما عندي مشكله. هل هناك من تحفظ؟ هل هناك من رفض؟ هل في ناس عيشني الجو اكثر؟ في ناس كانوا غضبانين جداً على ابن الشيخ. مو على ابن الشيخ، بعدين صار غضب على ابن الشيخ. لا وقتها، وقتها لا غضب انه ليش احنا ننسحب، ليش نترك، احنا نبي نقاتل الولايات المتحده. الولايات المتحده ما راح تجيك يا مولانا، خلاص يعني لا يوجد هدف الآن إلا أن يقتل إخواننا من القرى الآمنة حولنا للضغط على الموجودين. فابن الشيخ أمر قاطع، قال أي واحد يعصي هو يعصي لأن أنا الأمير. هذا الكلام قيل لي طبعا. إن إذا واحد عصى شو يصير فيه؟ يعني عصى الأمير، وفي في محاذير يعني شرعية في موضوع شنو؟ الأمير يعني اللي هي شنو؟ من عصى الأمير فقد عصاني، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، أحاديث. فمن عصى الأمير شو راح يصير فيه هني اللي ما راح يقبل في موضوع المفاوضات؟ أنا أقول لك شيء عمار، موضوع المفاوضات ولا مسألة شرعية؟ لا لا هني في أنت تقول مسألة شرعية يعني؟ لا ما بي مسألة شرعية هني. هو قال لهم هذا القرار أنا خذيته الحين وفاوضت
القوات الثلاثة. شنو ما يترتب عليه إداريا يعني كعقوبات وكذي؟ من لا يلتزم بقرار ابن الشيخ اللي خذاه. الغريب عمار، ونقطة جميلة جدا، هذا الكيان عادة الكيانات العسكرية تساق بالحديد والنار، صح ولا لا؟ ورواتب أموال، في جزرة وفي عصاية. هؤلاء لا عندهم لا جزرة ولا عصاية، اللي قاعد يقودهم ويسيطر عليهم ويخليهم يحترمون الأمير وكذا كلها نصوص شرعية فقط. يعني مسألة احترامهم للنص الشرعي هو اللي قاعد يسوقهم نحو النظام والطاعة، لا أكثر ولا أقل. معناته قاعد تقول لي إن لمن كلمكم في موضوع المفاوضات وأنا راح يكون في طريق آمن، أنا بالنسبة لي الكل وافق. أنا وافقت حتى لو أنا مو معاهم. الكل أنت قاعد تقول لي لا، في ناس الأمير طلع قرار وافقوا على مضض، بس وافق. أنا قلت لك إيه وافق، بس أنا وافق. أنا قلت لك غضبانين وزعلانين بعضهم، بس التزم التزموا الجميع، التزم بعضهم على مضض وبعضهم لا. لا شنو؟ مثل حالاتي مثلا، لا الحمد لله زين. طيب هني بعد ما قال لكم القرار اللي صدر من الأمير ابن الشيخ الليبي بأنه راح ننفذ خطة الاتفاق وراح ينسحبون القوات الأفغانية وراح ينفتح الباب إلى باكستان، شلون تم تقسيمكم هني كلكم مع بعض؟ ما أدري، لا ها. بس تم تقسيمنا مجموعات، أنا ناطر متى هي دوري، فأنا كان دوري المجموعة الثانية. هو في نفس الجلسة هذه قال لكم أنتوا الحين المجموعة الثانية ولا هو راح ورجع لكم؟ لا ما أدري راح رجعنا، بس عرفت أن أنا في المجموعة الثانية مو في المجموعة الأولى قطعا. وصار في أحيانا يعني في ناس يبون يروحون المجموعة الأولى يعني صار في المجموعة الأولى شنو والمجموعة الثانية شنو؟ هي بالعدد بشنو؟ بالجنسية بشنو؟ على أي أساس يتم اختيار تقسيم المجموعات؟ على أي أساس كان؟ الأولى كان كبار السن المصابين، لأن في كبار سن كانوا معنا، كانوا في مقاتلين ولا؟ لا مو مقاتلين، كان معنا واحد عمره 65 سنة عربي عايش هناك في أفغانستان مسكين في حالة. أنا أقول لك يعني طبعا ما كان في كاميرا ولا شيء، ولا على أساس تشوف الوضع المشاهد يعيش الجو يعني. هو ليش الناس مو متصورة؟ فهو حط ضوابط أن المجموعة الأولى مصابين وكبار مصابين سن، مصابين وكبار السن والمرضى. والمرضى ايه. هذا المجموعة الأولى. إيه في ناس تزرقوا وسط استهجان البقية، وسط استهجان البقية يعني في استهجان من البقية، والذين اللي زرقوا مو من المقاتلين، من الثانيين يعني يبي يطلع بس مو ما يصير، لأنه قال يعني وصلت لنا المعلومات إن لازم المجموعة كل مجموعة ما تتعدى عدد معين. طيب المجموعة الثانية شلون تم اختيار اللي فيها؟ طبعا هذيلة طبعا وسط استهجان البقية، يعني حتى في ناس يعني قالوا يعني عيب يعني اللي قاعدين تسوونه انت والحين. احنا في المجموعة الثانية. شلون تم اختيارك؟ ما ادري الحمد لله انا كنت في المجموعة الثانية. منو اللي اختارك؟ ولا اختارني ابن الشيخ، ما ادري، شف الناس انت في المجموعة الثانية، شفت الناس صففوا وانت معاهم، يلا تعال، جيت وقفت معاهم على اساس انه هو قال لنا انا في المجموعه الثانيه. هو منو؟ مو ابن الشيخ، هو اللي انت اي مو انت، انت اللي احنا كنا موجودين في هالمكان، لان في مثل ما قلت لك اماكن. فهو يروح عند كل مجموعه ويقول انت والمجموعه الاولى، انت الثانيه، انت الثالثه، انت الرابعه، بس مو بعاد عن بعض، لان بعدين الظاهر ان اقتربنا وايد من بعض، كان في ترتيب يعني، كان في اقتراب من اللي كانوا هناك بعاد قربوا، فهمني عمار، فيبقى المكان كأنه مكان واحد، بس احنا ما نشوف الآخر من يعني طرف المجتمعين. نزلنا الوادي. كم واحد كنتوا؟ كنا سؤال جميل. هذه مجموعتك الحين المفروض تعرف الرقم. كنا 60، هذه ما أنساها، وفي ناس يولي أول مرة أنا أشوفهم ما كانوا معنا من قبل. طيب بعضهم مسلحين بعضهم غير مسلحين. الأغلب ما ادري 50-50 كان قبل الظلام بشوي، ما ادري والله، ما اقدر اقول لك، ما ادري. نزلنا الوادي، هذه ما انساها، الوادي كان وعر جدا. طيب جميل، حركنا المغرب، عدل مغرب قبيل المغرب بقليل. ليش عمار؟ ليش في مسألة مهمة؟ تفضل.
قبل هذا الانسحاب شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ التكتيك الامريكي اللي تغير شنو؟ كانت الاف 16 بي 52 كانت تقصف على مدار الساعه، من عفوا مو على مدار الساعه، من الصباح الباكر الى قبيل الظلام. اخر الايام دخل عنصر جديد اللي هو CA-130. شنو؟ طيارة عسكرية لأول مرة تدخل الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي. طبعا القوات الأمريكية، القوات الجو، الطيارات الأمريكية قصفت قذائف 1 طن، قذائف 7 طن، وقذائف 14 طن. كل هذه الأسلحة استخدمت في غوانتانامو، في تورابورا. يعني أنا حتى لما كنت أشوف النار وهي تشتعل، نار مهولة، أكون صريح معك، نار مهولة. الحفر اللي كنت أشوفها مع الانسحاب ممريت أنا على أماكن ولا زالت جمر، عمقها في الجبال عمقها ممكن 2-3 أمتار، قطرها ممكن 10 أمتار، قذيفة واحدة جبل، ها مو تراب، جبل، وتحت جمر يشتعل. طيب كان في هناك ممر مائي، يعني كان الماء ينبع من الجبل، من إحدى جبال تورابورا، من أصل الجبل يخرج ماء. فمع القصف الظاهر نوعية القذائف وكذا أو سببت خلخلة في الطبقات السفلى من الجبل وتصدعات، فأغلق الماء الممر، لأن كانوا الظاهر واضح أنهم كانوا يقصدون منابع الماء في تورابورا للتضييق على المتواجدين في تورابورا. جميل. فهذا هذا المنظر أنا شفته، كان في ماء، بعدين مع القصف قصفوا عليه، جيت مرة ثانية كنا نبي نشرب ماء، شفت ما في ماء. أنت مع الستين المجموعة الثانية؟ لا قبلها، معلش، مع الانسحاب، لأن في نقطة CA-130 شنو هذه؟ هذه طيارات جديدة لأول مرة تدخل الخدمة العسكرية الأمريكية. هذه تستخدم عدة أنواع من الأسلحة غريبة وعجيبة جدا، وكأنها هليكوبتر، هي مو هليكوبتر، طيارة، بس طيارة ممكن توقف يعني وتطير، وعندها عدة أسلحة وتشوف بالليل. فهذه بهدلت الدنيا، في خاصة أنه ما في مضادات طيران بسبب قلة الأسلحة وشحة. وسمعت بعدين أنه تم تدمير مخزن الأسلحة اللي موجودة في تورابورا، كأنه كان في مخزن أسلحة في تورابورا تحت. سمعت من منو؟ من الشباب اللي كانوا موجودين يعني. فالآن وإحنا نازلين نبي نستعيل على أساس لا تيشن الطيارة CA-130 اللي تي في الليل. فإيه هي شو تسوي؟ مسوين شفتات علينا، يعني أول ما تخلص الطيارات شفت الطيارة هذه تستمر معنا رايحة جاية، رايحة جاية ليل فجر. قصف رهيب على تورابورا، تشوف على يمينك على يسارك وإحنا نازلين بالليل وصلنا للوادي هذا، بعدين سمي وادي الشهداء. أنتوا الحين المجموعة الثانية؟ الثانية، ما ندري صار على المجموعة الأولى اللي صارت متى أمس. حلو. أنتوا يوم ثاني؟ اليوم الثاني. وحالتنا حالة، أنا ما كنت أشوف عدل بالليل، بالليل ظلام دامس، ويبون يستعيلون قبل لا تي CA-130. إذا سيت CA-130 راح تشوفه. وصلنا للوادي، بهدلة يعني، طبعا اللي تعثر واللي هذا. وصلنا ليه الوادي، كان في نهر. المشهد هذا ما راح انساه، جبال شاهقة على يميني، الزاوية حادة، ونمشي وفي على يسارنا نهر، اسمع صوته، ظلام، وانا عندي مشكلة بالنظر يعني نظري ضعيف بالليل. ليه ما وصلنا؟ وكان في، أحسنت، نسيت النقطة، عددنا كم قلنا؟ 60. 60 كان موجود دليل أفغاني عند كل، مع كل مجموعة دليل أفغاني جاي متبرع لمساعدة العرب من القرى القريبة. جميل؟ طيب مشانا ليه ما وصلنا الوادي اللي سمي بعد ذلك وادي الشهداء. ريحوا شويه، شلون عرفت ان ريحوا؟ انه وقفنا، فعرفت ان اللي قدام واقفين ناطرين الحين، بين كل واحد وواحد يمكن 5 امتار.
ولا نسمع صوت الطيارة CA-130 صوت رهيب قريبة لدرجة أن تحس أنه يهزك من الداخل. ظلام وانت منهك، وجوع شديد لأن طوال فترة القصف اللي هي من 17 رمضان 18 رمضان إلى هذا الوقت تحديدا اللي هو تقريبا في ليلة 27 رمضان أو 28 رمضان، كان أكلنا شنو؟ نشرب الماء وناكل الدخن، نوع من أنواع الحبوب. طبعا لا تقول لي شنو، أنا أول مرة أنا أشوف يقولون دخن، يعرفون بعض الناس يعرفون، أنا مثل الشعير يقولون إنه يشبع، والزبيب فقط. طوال الفترة هذه شنو كان أكلنا؟ ماي ودخن وزبيب فقط. طبعا شحبت وجوهنا، يعني حتى كنا ما نقدر نتوضأ، كنا نتيمم، فمع التيمم الأرض هناك فتسبب سواد في الوجه، يعني طين وما في ماي، فوجوهنا كانت مسودة بسبب الطين، وجوع وسهر وكرب وبرد شديد، ونزل علينا الثلج فترة. وإحنا نازلين وصلنا لوادي الشهداء، سمعنا صوت الطيارة يت، وأسمع صوت كل واحد ياخذ ساتر. أدور شفت ولا صخرة واحد يمي، قلت له روح عند الصخرة أنت، يعني أنا أدور وين مكان، ما حصلت. فايش سويت؟ لميت جسمي إيدي وريولي، والجبل الحاد كان يمي، تمام؟ كذي حاد، تخيل المشهد، حاد ويمك النهر، فخليت وجهي على الجبل وكورت نفسي وما أتحرك. شافوا إيش سووا؟ كان يقط قنبلة ضوئية، تقول كأن في أستاذ رياضي، ولعت ومن شدة قوتها والله كأن في أستاذ رياضي. تخيلت القائد الطائرة، تخيلت قاعد يشوفنا بوضوح، تخيلت كذي يعني من شدة قربها شعرنا بحرارة القنبلة الضوئية. بوم، أول قذيفة جت على الدليل الأفغاني طيرته، قتل أشلاء، هو أول واحد. وبعدين بدأ القصف، خلاص واضح إنه شافنا. قافلة 60 شخص تقريبا، 150 متر تقريبا، متعرج في طريق، متعرج في نهر في جبل يمك، هذا الوادي، الوادي، لان احنا مو كله مستقيم، في تعرجات. واضح انه شافنا وبدا القصف. كنت مجمع ايدي وريولي عند الجبل، منبطح على بطني طبعا ومن غير حركة. واحد من الشباب صاح، ما أدري منه، قال لا أحد يتحرك، الكل يلزم مكانه وما يتحرك. وبدأ القصف علينا، 150 متر تقريبا، 60 واحد رايح رد الطيارة، القط ما تلقط، اللي تشوفه تيبه. فكانت الشظايا تي على يمين ويساري، القصف، القذايف، بدت الشظايا تدخل في ريولي وظهري، تقريبا 9 شظايا دخلت في جسمي، وأنا ولا نفس،
ساكت. الشظية مثل طعنة سكين شي حادة، وأنا هادي وأحس بحرارتها من داخل تحرق، بس ما تبي تتحرك حتى ما لا تلفت الانتباه. على أساس لا ألفت انتباه الطيارة، لأن أول ما تشوف أي شيء متحرك على طول تيبه. فسمع، فمن شدة القصف كانت في، كان في شباب يطيرون ويطيحون علي قتله. واحد طار طاح علي، يعني اسمع اخر نفس يقول لا اله الا الله، بعدين خمد. حركه كذي حتى ما ابي اتحرك، انا حركه بس حتى ما ابي اشوفه، ما ابي ارفع وجهي واشوفه، خلاص انتهى. شوي ولا جثه ثانيه طايحه علي، جثه ثالثه طايحه علي. سمعت واحد يصيح يقول ما اقدر اتحمل، خلاص ابي اقوم ابي اتحرك. فقلت له لا تحرك، قال ولا حد يتحرك. قال ما اقدر، انا اصبت اصابه بليغه، اول ما اتحرك ولا تيله واحده. طبعا اسمعها من بعيد عني، اسمعه وطار تنت يعني تقطع. وانا من ولا نفس فالطيار، وكنت اشوف الليزر، ليزر الطياره، لان الطياره توجه يعني، يعني الليزر تشوفه على الارض يتحرك من الطياره وتيل قذيفة عليه. فكنت أشوف الليزر يروح على يميني ويساري وأنا ولا نفس. بعدين الطيار ايش سوى؟ قام يضرب فوق في الجبل، من الجبل حاد وأنا تحت وفي النهر هني، صوت الطيارة يهزك هز من الداخل، لدرجة أن كنت أظن أن في لها موجات تهزك، يعني من كثر ما كنت أشعر بالاهتزاز الداخلي، صوت قوي جداً. فقام يضرب أعلى الجبل علشان يتفن بالصخور، تتكسر وطيح عليكم، تتكسر وطيح عليكم، على أساس أنه ينهي، لأنه مو قادر يعرف بالضبط، لأنه في ناس تحت الصخور، في ناس فوق تحت الشجرة هذه، فهمني. فش سوى؟ قال أضرب فوق، وقامت تطيح علينا الصخور. أسمع صوت حجر ضخم، شلون عرفت أنه ضخم؟ من صوته يطيح، أوه، يدحرج من الجبل وطاح علي. طبعا دممني من فوق، من راسي ورض ظهري، ومن كثر ما كان ثقيل، يعني ايدي انا حاط ايدي كذي بهالطريقه، فما قدرت اني اتحمل ضغطه يعني، ففرشت يعني بطني وصدري حاشا والارض. ولا من اعظم نعم الله علي الصخره هذه، حمتني، صارت مثل صدفة السلحفات. كنت أسمع الشظايا تصك بالصخرة وأسمع أزيزها وهي تنحرف يمين ويسار. المهم حاولت قدر المستطاع أني أبعد الصخرة لأن مع القاصف عمار الدخان يعني الآن تمام، الصخرة غطتني وحمتني، حلو؟ الدخان كان يجي لي من كل مكان، كنت أن أموت من الدخان فقط، والدخان مشبع باليورانيوم مثل ما تعرف، السلاح الأمريكي يعني. حاولت إن بعد ما بعد ما راحت الطيارة، أنا متأكد إنها بتي طيارة ثانية، متعودين يعني الأمريكان طيارة رايحة طيارة جاية. فأول ما راحت حاولت أشيل الصخرة، ما استطعت من ثقلها، بكل ما أوتيت من قوة دفعت عني. هني خلاص توقف توقف القصف، وأنا عارف إنها بتي. قمت ولا رأسي يدور مع النزيف، بنطلوني كله دم، ظهري أحس ببلل ورا، أحس ببلل. الألم كان خدار، مو ألم شديد، خدار خدار، بس ما كنت أقدر أمشي عدل، عري ودايخ من الدخان ومن الجوع ومن السهر ومن القلق ومن أطالع حولي كذي مثل غبش، أطالع ولا الجثث على يميني ويساري، أطالع الأشجار، الأشجار مو خضرة، لا كانت رمادية. من شدة القصف امتلأت الأشجار بمادة رمادية، يعني كنت مع الدوخة أمسك الغصن الشيارة تنزل علي مواد رماد، رماد مو رماد، مادة رصاصية مو رماد، من الأسلحة الأمريكية، شنو هي ما أدري. طيب الدنيا تغيرت عمار،
يعني يعني الـ 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 الأرض مو الأرض، الجمر يلتهب، الجثث متقطعة، إيد مقطوعة، ريل جثث متفحمة، الأشجار صايرة رمادية. قمت أمشي وأنا أترنح يمين ويسار، ولا أشوف كومة أحجار قدامي، مريت من عندها ولا إيد تطلع من داخل كومة الأحجار، طالعت الإيد استغربت، مديت إيدي وشلتها، ولا واحد عربي أنا شفته مرة كان مر علينا يمني، طلعه كان من تحت الركام. تذكر اسمه؟ ما اذكره، مره واحده شفته بس. فوانا امشي اكمل اقول له ادور لك ساتر، الظاهر راح تجي مره ثانيه. فراح ما ادري وين راح. فانا مشيت ولا في مثل شجره، بس شجره في اصل الجبل، فابي اصعد ماني قادر اصعد، ومن شدة الإرهاق والتعب عمار أطيح على وجهي، يعني أنا حتى كسرت خاطر نفسي، والله العظيم كسرت خاطر نفسي صراحة. كنت أصعد وأتزحلق وأقول يا رب، وأنا الطيارة يا أنا على يقين أنا رايا، يلحق ما تلحق وتشوفني بعد لا، يعني واضح. أزحف 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 ليه ما أوصل فوق، قررت من الشارع وأزلق أطيح ليه تحت، وتحاول مرة ثانية. كسرت خاطر، أقول لك والله العظيم أنا الحين كأني قاعد أشوف المشهد، في وقتها كأني كنت أشوف نفسي، كأني كنت أشوف نفسي وأنا أطيح وماد إيدي للشارع، يعني منظر مؤلم، أمد إيدي للشارع وأنا قاعد أتزحلق طايح ليل وادي مرة ثانية. حاولت مرة أخيرة يعني خلاص، ليه ما وصلت، اللهم لك الحمد، مسكت للشيرة، كانت يعني هذا الجبل حاد، للشيرة كانت بهالطريقة طالعة. فلما وصلت فوق فتحت ريولي بين للشيرة وقطيت نفسي عليها، قط أغمي علي. قمت على شون عمار، صوت الطيارة جاية من جديد قبل لا تقصف، صوتها بس عزيز يملأ أصداؤه كل الوادي، وبدأ القصف مرة ثانية. طبعا الشارع مظللة فما يشوفني الطيار قطعا، لكن إذا أنت قدرك يتيلك شظية ممكن، بس الحمد لله ما يتلي ولا شظية. كنت أسمع صوت الأنين المتقطع والتشهد والقرآن، كنت أسمعه، وقصف من البقية اللي مكانوا، من البقية اللي أنا ما أشوفهم بس أسمعهم، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، اصبروا يا شباب، يعني كلام كذي مخلوط ببعض، أنين الألم مصابين قصف قصف قصف، وأنا على وضعي. تذكرت أني ما صليت المغرب والعشاء، تيممت صليت وانت على الاشارة، وانا على الاشارة، ولا لا سجود ولا ركوع ولا بإيمان، بس بعيني، يعني حتى ما اقدر من كثر الارهاق ما اقدر اني يعني اصحصح شوية، لا وانا طايح كذي عليها، يعني حتى ايدي وهذا الحمد لله الله اكبر بعيني، يعني السلام عليكم ورحمة الله كذي، يعني شوي اغمي علي مرة ثانية، اصحى ولا على الطيارة جاية من جديد. الدم كان ينزف وقتها. استمر هذا القصف على هذا الوادي تحديدا من الساعة 9 بالليل لستة الصبح، طيارة ورا طيارة، F-16 CA-130 B-52 دكوا الوادي دك، كانوا يظنون ان شنو، ان العرب موجودين فيه كلهم، وهذا واقع، كانوا موجودين، مو كلهم، مجموعة، يعني مجموعة، بس كانوا يظنون أن منو موجود، أسامة بن لادن، أسامة بن لادن سحق يعني شايب القصف اللي كان موجود علينا في ذلك اليوم، حتى يخبروني بعدين، وإحنا الشباب اللي شافوا القصف قالوا مهول،
قالوا كل تورا بورا كفة، واللي صار لكم في الوادي الشهداء كفة ثانية. يقول أنتم ما تدرون لأن أنتم في المعمعة، إحنا قاعدين نشوف النيران اللي كانت تطلع والدك. بديت أشوف الفجر بدأ يطل خلف النور، بدأ يعني لحين الشمس مطالعة. صحيت شوي، تيممت، صليت الفجر على وضعي، نطرت شوي لما هدأ الجو، ما في ولا طيارة، راحت الطيارة C-130 خلاص، هدوء. قمت وأنا دايخ حدي وعطشان حدي من نزيف الواحد يعطش وجوع، فوانا أمشي وأترنح وأطيح وأمشي وأترى، شفت لي خشبة لأن هناك كان في أشجار عمار يعني بكثيفة، مو غابات بس في أشجار، ففي أغصان وفي كذا، فشفت لي خشبة أخذتها وبدأت أستعين فيها أني أمشي. وأنا أمشي شفت واحد من تحت، طالعته ولا منه؟ محمد. محمد، ما تتخيل فرحتنا لما شفنا بعض. قلت له أنا أنزل لك، قال أنا أصعد لك. التقينا مع بعض ولمينا بعض. شونك؟ قال لي أنت شونك؟ شوف الدم. هو محمد طبعا كان من ضمن المجموعة الثانية أيضا. ما أدري، لا ما أنا ما شفته، أنا ما شفته. أنت ما شفت الستين كلهم؟ الظاهر أنا كان في الثانية، أنا ما شفتهم، بس أنا متى شفته؟ شفته وإحنا رادين. شاف الدم قال لي شون؟ قلت له شظايا. شظايا، شظايا. قلت له وانت شون؟ ما الحمد لله طيب. قال لا بس شظية داشة من هني وطالع من ورا. طالعته ولا فعلا داشة من هني وطالع من ورا، بس اللحم مو حاشة العظم ونزيف قليل يعني، ما نزفت الظهر، ما حاشة عرق يعني، كان بسيط. مشينا مع بعض واحنا ماشيين شي سولف لي عنه، يا اخي هالولد عجيب وغريب والله العظيم. يا عمار قاعد تطالعه وانا بالعكاز، يقول لي باذن الله نطلع من افغانستان وباذن الله نحصل لنا طريق ندخل فلسطين. الحين شايف الوضع اللي احنا فيه، شايف الدم عمار وجونا سوداء، انا اشوف اي ما اشوف اي، هو يشوف وي مسوده ويونا من الطين وحالتنا حاله ويوع وقلق، وتونا وادي مليان جثث، والاخ يقول لي شنو؟ فلسطين. قعدت اطالع وانا ساكت. قال لي فايز، قال لي انا كنت في الشيشان، يقول انا كنت مع خطاب، هذا واحد كان من قيادات المجاهدين في الشيشان ضد القوات الروسيه، يقول انا ظليت فتره مع خطاب، يقولوا عشت فترة الحصار في الشيشان اللي أصعب حقبة في المعارك اللي دارت بين الشيشانيين مسلمين وبين القوات الروسية، هذه أصعب. يقول لي كل اللي عشته في الشيشان في كفة، وهالليلة في كفة، والليلة هذه اللي مرت علينا في كفة. يقول لي الأمريكان مو مثل الروس. يقول لي أنا شفته في الليلة هذه غير، يقول وكان يضحك يعني، يقول لي شيء رهيب. قلت له ايش كنت تسوي طول الليل؟ الله يرحمه يا رب بعدين رحينا. فكان يضمد الجرحى ويسقيهم الماء ويوكلهم، رايح راد عليهم بعد ما هدا القص طبعا، لان بعد ما هدا القص وقت الفير لين الصبح اللي احنا انتقينا ساعات، واحنا كملنا المشي ولا منو ناطرنا هناك؟ ابن الشيخ الليبي ناطر الليون ويبتسم، فشافنا قال لا بأس ولا بؤس. الشباب العرب يقولوا لي ترى هذه دائما كلمة يرددها، أو دائما يقول لا بأس ولا بؤس. شافكم بس أنت ويا محمد؟ أنا ومحمد فقط. إيه بس في يدرنا في ناس جايين يعني. لا بس لما شافكم وابتسم وقال لكم الكلمة، قال لنا لا بأس ولا، لأن شاف حالتنا ودم وكذي، قال لنا لا بأس، ابتسم. قال أنا يعني كان هو يبي يكون آخر واحد مجموعة، آخر مجموعة أساسي أمن البقية يعني، يعني 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 يقول انتم كلكم امانه في عنقي، ما ابي اطلع وفي احد منكم موجود. طيب. فقال تقدرون تيوم معانا؟ قلت له لا ما اقدر، انا بالكاد وصلت المكان. محمد روح معاهم.
معاهم منو؟ معاهم مع ابن الشيخ اللي هم المجموعة الأولى، اللي هو المجموعة الأخيرة. لا، هو المجموعة الأخيرة، هو يقول ما راح أترك المكان وفي أحد منكم موجود، أبي أأمنكم كلكم. قال لي خلاص أنت روح الجهة الثانية وبيونك، بكلم أفغاني يونكم ويودونكم القرى، وإن شاء الله يساعدونكم يودونكم القرى الثانية القريبة من نقطة الأفغانية، من نقطة الحدود الباكستانية. بس أنت ليش ما رحت وياه؟ ما أقدر عمار. ليش؟ طريق طويل، دني أنا زين وصلت، مل هل كانوا قاعد أعرج ومعاي العصاية. خلاص الحين هذا ما هو هذا الطريق. رجعنا لا رجعنا. لا أنت قلت هذه المجموعة الأخيرة. المجموعة الأخيرة ليه الحين موجودين وين؟ في تورابورا صح؟ تبي تطلع؟ إحنا المفروض بغينا نطلع. فأهم بيطلعون طريقهم طويل. ما أقدر. قال لي شو الحل؟ الحل إنك تروح القرية هذه الفلانية الحين ودونك إياها. هذه القرية أفغانية. أهم بعدين يوفرون لك بغل، لأن هناك كل شغلهم بالبغال عمار، ما في سيارات، جبال وعرة عمار شاهقة، ما في سيارات، ما في طريق للسيارات، فعن طريق البغال وطرق يوصلونك للقوات الباكستانية هناك في الحدود، وهناك سلم نفسك والله يسر لك. أدري بس هو الحين مو الاتفاق أن ابن الشيخ هو راح يأمن الطريق، يأمن الطريق، بس أنا ما أقدر أروح معهم الحين، شو أسوي؟ أنت ما تقدر تروح بسبب الإصابة. الإصابة ما يعني هو يعني انا لو مو مصاب، انا لو مو مصاب كان اروح مع المجموعه الثالثه، لان انا ما اعرف وين اروح. لما صار الدك علينا تمام، اكتشفونا احنا المجموعه الثانيه، انا اضطريت اني ارجع وين؟ تورابورا مره ثانيه، صح ولا لا؟ لا ما قلت انت هالكلام. لا رجعنا تورابورا مره ثانيه، وين اروح؟ ما اعرف وين اروح. فايش سويت انا؟ رجعت. لا هذا مو واضح. ماشي الان انا اقول لك، بعد وانا راجع شفت محمد بالطريق، أم هو راجع، لأن ما لا أنا ولا هو يدلون المكان. وإحنا رادين شفنا واحد عربي من المقاتلين اللي قالوا إحنا راح نكون في آخر مجموعة، ما نطلع إلا آخر ناس، واقف على خندق. الخندق كان خندق طبعا، تحول إلى حفرة كبيرة وجمر يلتهب. الحين انت ومحمد والافغان الدليل ليه الحين بيونا الافغان؟ قالوا انا امشوا ليه هناك بعدين بيقول لكم الافغان، تمام؟ انا ومحمد شفنا ولا واحد عربي مع سلاحه ورا كلاشن وجعبته لابسها واقف على الخندق، خندق يشتعل نار. سلام عليكم. وعليكم السلام. كان يقول تدرون الخندق هذا خندق منو؟ لا لا لا، قال هذا خندق بن لادن. بن لادن كان موجود في تورابورا؟ قال نعم كان موجود في تورابورا وهذا خندقه. يعني قتل، لأن أنا أتذكر أنا سمعت في الراديو في ليلة من الليالي قبلها بكم يوم، يوم يومين، وأتذكر الليلة هذه ما جت ولا طيارة إلا طيارة واحدة فقط بعد الساعة 12 بالليل، ما أنساها، وقطت قذيفة واحدة فقط. فقال تذكرون الليلة اللي جت طيارة واحدة فقط قطتها على هالخندق؟ في ليلتها أو الصبح اليوم الثاني أنا بنفسي سمعت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن هناك احتمال كبير مقتل أسامة بن لادن في تورابورا. قلت له يعني قتل؟ قال لي لا. قلت له شلون؟ ما ترى ماني فاهم. قال قبل لا يقتل بيوم، مش قبل لا مو بيوم، قال قبل لا يقتل بعدة أيام ما كان حاب الخندق هذا، لأن لما يتقوا وفد للمفاوضات عرفوا مكانه الأفغانية. مفاوضات اللي مع ابن الشيخ. مع ابن الشيخ. عرفوا مكان بلادن. فأنا بدأت تتكشف الأمور أنه كان هو موجود وكان في اجتماعات إحنا مو دارين عنها أي شيء. قال فكان قلق من الموضوع، وعلى كلام هذا الشخص يقول أنه رأى رؤية قبلها إنه راح يقصف هذا المكان، فأبعد يعني ابتعد عن المكان وتركه. رأى رؤية بن لادن. رأى رؤية بأي معنى؟ منامية.
له رؤية منامية، قال لي هو رأى رؤية منامية. هذا اللي صار، أنا قاعد أقول لك اللي هو قال. هذا اللي كان العربي، الشخص العربي اللي قال لي. شنو جنسيته؟ ما أدري. قلت له يعني ما حد قتل؟ قال لي لا قتل. قلت له ترى أنت قاعد تقول الغاز يعني. قال قتل أسامة، بس مو أسامة بن لادن، أسامة واحد ثاني. قال في واحد ينقال أسامة العدني جاي بالغلط ما يدري، شاف الخندق وما يدري أصلا أن هذا خندق بن لادن، شاف المكان فاضي فكان ماشي فيا ونام فيه. قلت له أسامة العدني وصف لي إياه. قال لي قصير وشوية مرتاح وكذا وصف لي إياه. فتذكرت يوم ما أنا كنت مع محمد أول ما شفته، مو قلت لك كنا أروح يمين ويسار حق الشباب اللي العرب يعني، قبل فترة سولفنا في هالموضوع، فكان من ضمنهم هذا الشخص أسامة العدني. أسامة العدني فلما وصف لي عرفته. أنت كنت مكلمة وصار حديث بينك وبينه؟ لا بس شفته في هذا. فهذا يعني سبحان الله ما أنساها الشباب، وكان من المقاتلين أسامة العدني، كان من المقاتلين. فسمعته وهذه أنا ما راح أنساها، كان يدعو اللهم احشرني من بطون السباع وحواصل الطير، ما يبي يعني يبي يستشهد في تورا بورا. والله العظيم يا عمار التفت ولا أشلاء، قلت له هذه أشلاء؟ قال لي نبي ندفنها، خل نلقطها ونجمعها وندفنها. والله ما أنسى شفت الغربان تي وتاخذ الأشلاء البعيدة عنا، فرحنا هشيناها وأخذت، أتذكر ما أنساها، أخذت العمود الفقري وكان ثقيل يعني متقطع تماما، أخذته يعني حتى يعني يعني استغربت من ثقله يعني ثقيل، وكان في أشلاء لحم من تحت بس عمود فقري يعني. فمسكته ويمعناه أنا ومحمد، يمعنا وحفرنا حفرة بسيطة وحطيناه ودفناه، مشينا كملنا طريقنا وين؟ للمكان اللي قال لنا عنه ابن الشيخ.